بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده بقى صوابع زينب، حاجه حلوه بقى جميله كده. هنقول المقادير بتاعتها. معايا شويه ميه اهو، يعني ربع كوبايه ميه، معلقه خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، معايا نص كوبايه زيت، معايا كوبايه دقيق سيمولونه من دي البسبوس ناعم اهو، ومعايا كوبايتين دقيق. دي اي يعني دي جمال الاستخدامات، بس تنخليه كويس من فوق. معايا شويه ملح، شويه صغيرين ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى حاجه نقلبها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالخميره نقلبها في شويه ميه، شويه السكر. نقلب السكر في الخميرة، في معلقة الخميرة مع معلقة السكر، مع شوية مية. هنزل بقى كوباية الدقيقة اهي، دي السميد أو السيمولونة بتاع البسبوسة، وكوبايتين الدقيق اللي عادي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوبايتين ممسوحين اهو. نقلبهم مع بعضهم كده مع شوية الملح. ملح صغير كده. هنزل بقى بالزيت وأقلب دي زي ما يعني بتسيبي كده زي ما يكون يبقى زي الرملة كده. دي ايه يشرب شوية الزيت. شايفين بقى بصة الزيت في الدقيقة لما يبدأ كله بقى بعضه دوت، يبقى زي الرملة اهي، التوي ده كله بعضه كده. ننزل بقى بالخميرة اللي مدوبها في السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. عجنتها بقى تشوفوا عجنتها اهي، ابتدي بقى شكلها بقى. اي حاجة بقى عندك مخرمة كده زي القلاية، المبشرة، هرسة الفول، اي حاجة هتبتدي بقى نكورها كده. كور كده اهي.
بعد بعضها هيت تبتدي بقى تجيب اي حاجه عندك فيها مخرمه يعني كده. بصي الحجم ده كده، مش عايزين ان انا تبقى تخينه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. تعملها كلها بنفس الشكل ده بقى. كده طويله كده، شفت بقى زي الصوابع كده. هنبتدي بقى نكون عندنا جاهزين الزيت على النار يسخن عشان نقليها في الزيت. الشربات بقى بتاع صوابع سنب ده، كوبايتين سكر وكوبايه ميه، بيبقى الشربات تقيل. لما يغلي على النار هنحط عليه عصرة ليمونة، نص ليمونة، ورقة فانيليا أو ماء ورد اللي موجود عندك مع زهر، ويغلي كده 10 دقايق كده ولا حاجة على النار، وترفعيه من على النار سيبيه يبرد بقى عشان احنا عايزين الشربات بارد. اهيت على اقليها بقى في الزيت. هنبتدي بقى نحطها في الزيت، زيت سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها بيبقى جميل. جربوها كده بالطريقة بتاعت دي كده، مش هتضطري تعملي ايه. الأغلب بيحبوها جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدي لها بس النار عشان تستوي، قلبها يستوي من جوه. لما تحمر كده تقلبيها وتحطي لها النار. تعدلها النار بقى عشان تستوي، ايه قلبها يبقى مستوي من جوه. جربها كده بتبقى طعمها جميل جميلة. اللون الدهب الجميل ده ما شكلها جميل، طعمها بيبقى أجمل. تحاول بس وانت تحمريها بس يعني ايه تقلبيها وتهدلها النار شوية، حتى الطبعة لسه فيها اللي احنا عملناها البصمة، لسه البصمة فيها. الله الله مستوية كمان اهي، مقرمشة طرية من جوه مقرمشة من بره.
بقى في الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا القرمشة؟ تخبط شلها بقى شوية جوز هند شوية فورماسيه. الله اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. متنسوش بقى لو عجبكم الوصفة بتاعتي اعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. الله طعمها جميل.